وجودنا هنا هو لتثمين كل الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية وكذلك لإظهار أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عملهما عمل تكاملي. كذلك احنا جينا اليوم باش نوقفوا على ما قدمته الدبلوماسية الجزائرية المتجدرة عبر التاريخ، وكذلك جينا باش نعترفوا بما قدمته قامات في الدبلوماسية الجزائرية، لأن الدبلوماسية الجزائرية عندها تاريخ وعندها إنجازات كبيرة وكبيرة جدا، ولهذا اليوم يجب نستجعوا هذه الأشياء باش الأجيال الصاعدة تعرف ما قدمته هذه القامات وهذه الشخصيات. واليوم كرمنا عائلة المرحوم فروخي مصطفى، لكن في عدة شخصيات أخرى يلزم يظهروا ويلزم الناس تعرفها. هذه من جهة. من جهة ثانية كما قلت أن الدبلوماسية الكلاسيكية لازمها ترافقها الدبلوماسية البرلمانية، وهذا واش احنا نعمل عليه في هذه العهدة التاسعة وتحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، وبتوجيه كذلك من سيادة وزير الخارجية. احنا نعمل جنب إلى جنب لإعطاء الصدى والإيصال الكلمة إلى كل إلى مختلف بقاع العالم. وإحنا وش استشعرنا من خلال زيارات القليلة اللي قمنا بها أن الجزائر عندها مكانتها، عندها مكانتها في أفريقيا، عندها مكانتها في آسيا، عندها مكانتها في أمريكا اللاتينية. إحنا علينا غير نشتغل ونجتهد ونقدم الإضافة. وكذلك أن الدبلوماسية ما نجموش نعزوها وما نجموش نقويها وإلا ما كانت فيه مرافقة لكل أشكال الدبلوماسيات الأخرى، من الدبلوماسية الدينية، الدبلوماسية الرياضية، الدبلوماسية الثقافية، لأننا هدفنا واحد هو إعلاء صوت الجزائر وإيصاله، لأن ثوابت الدبلوماسية الجزائرية ثوابت واضحة وثوابت تقوم على الدفاع عن حقوق الشعب المضطهدة، كذلك تقوم إلى توجيه إلى الحوار والإيجاد حلول السلمية لكل الإشكالات والنزاعات في العالم. احنا وجودنا هنا هو إلا واجب علينا، لأن ما تقدم حاليا الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية الجزائرية هو عمل جبار، وإحنا جينا اليوم باش نشهد ونثمن هذا العمل ونقولوا بأن احنا كذلك مجندين لتقديم المساندة تاعنا والسعي لإعطاء هذا العمل البعد اللي يستحقه، والجزائر تستحق كل الخير، وإن شاء الله سويا وبجهد متكامل قادرين نوصلوا صوت الجزائر وإعلاء صوت الجزائر في المحافل الدولية وفي التظاهرات الدولية إن شاء الله. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.